كاسة التسعينيات، ومش هينفع ان احنا نتكلم عن كاسة التسعينيات واهم اغانيه من غير ما نتكلم عن الشاعر الكبير عنتر هلال اللي هيفضل بصمه كبيره في الاغنيه المصريه، وخصوصا انه مؤلف اغنيه كلنا بنحبها وكلها وكلنا علمت معانا، وهي اغنيه كوننا اللي كسرت الدنيا فيلم اسماعيليه رايح جاي. وانا برحب بالشاعر الكبير عنتر هلال. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فاطمه، وازيك؟ منوره الدنيا، وانا مبتهج زي كل الناس بالاجواء الحلوه اللي انت عاملها والمتابعه للاحتفاليه الكبيره اللي بتروج لمنطقه كانت انا اسف التعبير كانت ميته جدا، لكن تم بفضل الله احيائها. والفن هو طبعا راس الحرب زي ما بيقولوا في الحاصل من تعمير وتطور وخير وبركه ان شاء الله. حضرتك طبعا منورنا على شاشه القناه الاولى، وعايزين نعرف من حضرتك كواليس اغنيه كمننا بالذات، لانها كسرت الدنيا اول ما نزلت وعلمت جدا مع الناس. بسرعه شديده عشان انا اتكلمت في الموضوع كتير، بس هقول تاني حاجات يمكن ما كانتش معروفه. ان هذه الاغنيه جالي الموقف يعني، وانا كتبت عنه اللي هو الموقف اللي كان بيتكلم فيه، وده نقطة انقلاب في الفيلم نفسها، اللي هي كان بعد مرحلة الإحباط والفشل والهزائم اللي تعرض فيها محمد فؤاد وهنيدي في الفيلم، نتيجة الفقر، نتيجة الاحتياج، نتيجة الهجرة اللي كانت فيها من الإسماعيلية. وبعدين جت الأغنية دي علشان خاطر تنقلنا لمرحلة بقى النجاح ومرحلة التألق، فكانت نقطة فاصلة في الفيلم. هي مش نقطة فاصلة في الفيلم بس، هي نقطة فاصلة في السينما المصرية. وعلى فكرة عشان ما نسيبش الفضل النفسي، أنا ما قصدتش ده. يعني هو كمية الزمن أو الظروف هي اللي أوجدت حالة النجاح للأغنية للفيلم، لأن والمفارقات العجيبة إن الفيلم ده لما نزل، وقت ما نزل في نفس اليوم في نفس الشارع اللي هو شارع عماد الدين اللي فيه أغلب سينمات مصر أيام ما كان في سينمات في الشارع ده، كان فيلم المصير موجود في الوقت ده. فيلم المصير طبعا 10 على 10 كل حاجه، يعني لما تيجي تديله العلامات تديله العلامه الكامله في الاخراج، في التصوير، في التمثيل، في الناس الكاست طبعا يوسف شاهين وكده. فيلم اسماعيليه جاي ده فيلم فقير جدا، يعني انتاجه كان يعني ملاليم بالقياس على الانتاج السينمائي. ولكن الحاصل ايه بقى؟ ودي الحته المهمه جدا لازم ننتبه ليها، ان كيمياء الشارع متوافقه تماما مع المنتج. يعني لما تيجي تعمل حاجه ادرس جمهورك هو عايز ايه في اللحظه دي. الناس كانت في الوقت ده بيني وبينك كانت مكتومه، الناس كانت نفسها في شيء يعني ايه يحركها، ترقص معاه، تضحك معاه، تتنفس معاه، مش عايزه مواضيع يعني مواضيع صعبه عليها او عايزه التركيز. بمناسبة بقى الحديث عن الأغاني والنجوم اللي حضرتك اشتغلت معاهم، وإن الجمهور بيبقى عايز أغنية يتبسط بيها، حضرتك كمان اشتغلت مع الفنان هشام عباس وكتبت له أغنية من أنجح أغنياته هي يا ليلى، عايز أعرف كواليس الأغنية دي وإزاي اتعاملت مع هشام عباس فيها. الأغنية دي من ألحان طبعا الراحل الجميل العبقري رياض الهمشاري الله يرحمه، وانا كتبت الاغنيه من تيمه فلكلوريه موجوده في مدن القلاء او في البنبطيه والسمسميه، الحاجات دي اللي هي بتقول ايه، كانت تيمه بتقول ما تجوزيني يا اما حاضر يا ولدي حاضر يا ولدي، اللي احنا عملنا منها بقى ايه حبيني وانا حبك ليل الشتا طويل. فمن عبقريه رياض الهمشاري ان خد التيمه الفلكلوريه اللي احنا جبناها وراح عمل الميلودي او اللحن، وانا كتبت بناء عليه الجمله الاساسيه اللي هي يا ليلى يا ليلى ويا اغلى حاجه ليا وساكنه روحي وعناي ومعايا الشوق دليل، وكملنا الاغنيه ولاقت نفس برضه ظروف نجاح فيلم كمان. الناس بتبحث يا فاطمه عن البهجه، عن البهجه البريئه الجميله، مش البهجه المبتذله اللي بتاخد الناس في سكه مشوشه بتلعب في دماغهم او بتصدر لهم قيم وحشه. لا، احنا بنتكلم عن البهجه ومن حق الانسان يفرح، ودي كانت على فكره بالمناسبه هي عمليه صعبه مش سهله، فالحمد لله ربنا بيوفقنا فيها يعني. يا رب طبعا، بنتمنى لك كل التوفيق في كمان في الاغاني اللي قادمه ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا شاعر كبير عنتر هلال.